محادثات الفرصة الأخيرة للتوصل إلى صفقة بين حماس وإسرائيل لتبادل الأسرى والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، هكذا وصفتها إسرائيل. محادثات قد تجنب مدينة رفح عملية عسكرية إسرائيلية طالما هدد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يقول إنها ضرورية للقضاء على حماس ولتحرير الأسرى المحتجزين لدى حماس. وفي موازاة الضغوط الإسرائيلية، قال مسؤول مطلع على سير المفاوضات إن وفدا مصريا التقى بمسؤولين إسرائيليين اليوم في إسرائيل لبحث سبل استئناف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في غزة وللإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين. هذا وذكر المسؤول الذي تحدث لوكالة Associated Press إن إسرائيل ليس لديها أي مقترحات جديدة تقدمها، لكنها مستعدة لبحث هدنة محدودة يتم بموجبها إطلاق سراح 33 بدلاً من 40 أسيراً كان النقاش يدور حولهم من قبل. وأشار إلى أن ما يحدث هو محاولة من مصر لاستئناف المحادثات باقتراح مصري يتضمن إطلاق سراح 33 أسيراً من النساء وكبار السن والمرضى من إجمالي نحو 133 أسيراً. لا تزال حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى تحتجزهم. وفق مسؤول مصري فإن محادثات اليوم ستركز في البداية على تبادل محدود للأسرى مقابل أسرى فلسطينيين، وتركز على عودة عدد كبير من النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال غزة مع الحد الأدنى من القيود. والي المزيد من التفاصيل المعلومات حول ما يجري على الأرض الآن مع الحديث دائما الحديث الإسرائيلي عن عملية محتملة في رفح. من رفح جنوب القطاع ينضم إلينا مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أسامة أهلا بك. قبل أي عملية عسكرية هناك ترتيبات ميدانية، ما الذي يرصد من ترتيبات ميدانية؟ هل هناك تحركات غير معتادة أو غير متوقعة؟ كذلك هل هناك أي جديد فيما يتعلق بالخيام؟ نعم، يعني هنا القلق والخوف هما سيدا الموقف في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، خاصة وأن وسائل الإعلام الإسرائيلية باتت تتحدث بشكل يومي عن قرب عملية عسكرية إسرائيلية على أقصى مدينة في جنوب قطاع غزة على رفح. نتحدث هنا على مدينة يتكدس فيها ما يقارب من 1.5 مليون نازح حتى هذه اللحظة متواجدين في مدينة رفح. لا يوجد أي ترتيبات من أي مؤسسة دولية باستثناء فقط بعض المؤسسات القليلة والمبادرات الشبابية التي تحاول إيجاد مراكز إيواء ونصب خيام جديدة في المنطقة التي قال عنها الجيش الإسرائيلي أنها ستكون ضمن المنطقة الواسعة والآمنة في منطقة غرب مدينة خان يونس، غرب دير البلح، غرب مخيم النصيرات. كل هذه المنطقة هي الآن متاحة حسب ما تحدث به الجيش الإسرائيلي على أنها ستكون امتداد للمنطقة الآمنة في حال شن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة على مدينة رفح. نتحدث هنا على أن الجميع يحاول البقاء على قيد الحياة، فقط الجميع هنا مستمر في بقائه في خيمته في المنطقة الغربية لمدينة رفح. كل المنطقة الساحلية انطلاقا من مدينة رفح جنوب القطاع وصولا إلى منطقة مخيم النصيرات الآن أصبحت مكتظة بخيام النازحين، حتى شاطئ البحر الآن مكتظ بخيام النازحين، خاصة في منطقة دير البلح بعدما تحدث الجيش الإسرائيلي قبل 3 أيام عن أن هذه المنطقة ستكون منطقة آمنة، وبالتالي حالة نزوح تدريجي. نتحدث هنا على أن هذا التهديد الإسرائيلي مستمر منذ ما يقارب الشهر، وبالتالي حالة النزوح باتت بشكل يومي وبشكل تدريجي باتجاه المنطقة الوسطى ومنطقة المواصي في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس. نتحدث عن استهدافات مستمرة اليوم أو نزوح من الجنوب إلى الشمال؟ نعم،
نعم، هذه المنطقة الوسطى تعتبر ضمن المنطقة الجنوبية التي صنفها الجيش على أنها ضمن منطقة الجنوب، والتي فصل من خلال النقطة الأمنية التي أقامها الجيش الإسرائيلي على الشارع صلاح الدين وعلى شارع هارون الرشيد. هي من ضمن المنطقة الجنوبية، منطقة دير البلح والنصيرات وخان يونس ورفح، جميعها متاحة أمام السكان والنازحين، وبالتالي هي نزوح عكسي، ولكن من أقصى جنوب قطاع غزة من مدينة رفح باتجاه المنطقة الوسطى. هذه كلها تعتبر منطقة المواصي، والتي أتاح الجيش للسكان والنازحين البقاء فيها حتى هذه اللحظة، باستثناء مدينة خان يونس التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي حتى أقصى منطقة غربية فيها، ومنع الجميع من الاقتراب من منطقة العمليات قبل أن ينسحب قبل ما يقارب من شهر من المكان، وعاد النازحين إلى المنطقة الغربية لمدينة خان يونس باعتبارها أكبر منطقة يمكن النزوح فيها ومتاح فيها نصب الخيام للنازحين. نعم أسامة، كنا تابعنا كذلك صور قبل حديثنا معك، هذا صور لتكدس الخيام في منطقة رفح جنوب القطاع في المنطقة الحدودية مع مصر. الوضع الإنساني الآن، ما الذي يرصد حول ما هو متوفر من مواد غذائية؟ يعني حقيقة الآن كل سكان قطاع غزة هم بحاجة لكل حاجة، هم بحاجة للمساعدة، للمواد الغذائية. الآن أيضا باتت تطفو على السطح أزمة المياه، نتحدث هنا على ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتالي بات الجميع يبحث في بداية يومه عن المياه، سواء كان للاستحمام أو للشرب أو لغسل الأواني داخل هذه الخيام. ومع ذلك اتجه كل سكان أو النازحين في مدينة رفح وخان يونس إلى البحر بحثا عن المياه من أجل الاستحمام نتيجة قلة النظافة ونتيجة قلة المياه ونتيجة قلة الطعام. نتحدث هنا على انتشار للأوبئة والأمراض، انتشار خطير كان خلال الأيام القليلة الماضية بسبب انتشار المكاره الصحية ومياه الصرف الصحي في أماكن تجمع النازحين في المنطقة الغربية لمدينة رفح أو مدينة خان يونس. لا يوجد يعني معدات لسحب أو شفط كل هذه المكاره الصحية ومياه الصرف الصحي التي تتجمع في أماكن النزوح الكبيرة، وبالتالي هذا أدى إلى يعني أمراض منتشرة في كل مكان. خلال اليومين الماضيين بسبب شدة الحرارة كان تسجيل لأول حالة وفاة لطفل توفي داخل خيام النزوح بسبب درجات الحرارة المرتفعة والتي لوحظت خلال اليومين الماضيين، وهناك أيضا ارتفاع كمان أيضا على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. وضع مأساوي، كما كانت هذه الخيام في فصل الشتاء عبارة عن ثلاجات، الآن أصبحت هناك درجات حرارة مرتفعة جدا، وأصبحت هذه الحرارة تنعكس سلبا على الأطفال والأهالي في داخل هذه الخيام. شكرا على كل هذه المعلومات والتفاصيل، كنت معنا من رفح جنوب القطاع أسامة الكحلوت، شكرا. وأشير إلى هذا الخبر العاجل، القناة 11 الإسرائيلية تقول إن نتنياهو يتحفظ على المقترح المصري ويقترح صفقة شاملة. هذا فيما يجري الحديث الآن عن هذه المباحثات المصرية الإسرائيلية حول مقترح مصري متعلق بصفقة تبادل أسرى وبهدنة لا تعلم مدة هذه الهدنة. ولكن إذن بحسب القناة 11 الإسرائيلية، بحسب مصادرها تقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يتحفظ على هذا المقترح المصري ويقترح صفقة شاملة. هذا فيما قبل نقل وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول رفيع بأن المحادثات مع المصريين كانت جيدة، وأشار إلى أن إسرائيل أوضحت لوفد المخابرات المصرية أنها مستعدة لإعطاء فرصة أخيرة للتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى، لكن إذا لم يحدث تقدم فسوف تمضي في عملية عسكرية في رفح. هذا وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن تل أبيب أوضحت لمصر أنها جادة بشأن الاستعدادات للعملية في رفح، وأن هناك موعدا نهائيا واضحا لدخول رفح، وأن إسرائيل لن توافق على جولة أخرى من المفاوضات. هذا وأشارت قناة القاهرة الإخبارية شبه الحكومية إلى تحقيق تقدم ملحوظ في محاولات تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بغزة. Thank you.
هذا وافادت وسائل الإعلام المصرية نقلا عن مصدر رفيع أنه لا صحة لما تردد عن لقاءات مخططة لمسؤولين مصريين مع نظرائهم الإسرائيليين حول قطاع غزة، وأن الاتصالات بين مصر وإسرائيل مقتصرة على الوفود الأمنية فقط، وذلك بهدف التوصل إلى إطار اتفاق لوقف النار. وفي المقابل قالت حركة حماس أنها منفتحة على أي مقترحات تتضمن الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والعودة غير المشروطة أو المقيدة للنازحين إلى بيوتهم في محافظتي غزة وشمال غزة وفي كافة مناطق القطاع، والمضي في إنجاز اتفاق جدي لتبادل الأسرى. ومن جانبه قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إنه يعتقد بأن هناك جهدا جديدا من جانب قطر ومصر وإسرائيل لمحاولة إيجاد طريقة للمضي قدما في المحادثات بشأن غزة، وأن هناك زخما جديدا في محادثات الرهائن.